السلام عليكم. اليوم نروحوا للولايه تاع ورقلة لنقف على الاشغال تاع الخط السكك الحديديه الرابط بين مدينه توكورت وحسي مسعود، واللي الاشغال ما زالت يعني وتيره يعني متباطئه، على حسب ما نرى انه الاشغال هذه راهي عندها حوالي 4 أو 5 سنوات ملي طاقت في هذا الجزء اللي يبلغ طوله حوالي 150 كيلومتر. وهنا نشوف محطة نتاع توكورت ونتابع الفيديو هذا إذا ما تبقى منه، والسلام عليكم.